المستقبل التي سنشاهدها بإذن الله سبحانه وتعالى تنطلق في العام القادم في سن اللقايا وسن البراعم والصغار. مشاهدينا الأعزاء، انطلق الشوط التاسع للحقائق البكار، وهذا الشوط جائزة عينية قيمة عبارة عن سيارة نيسان بيك أب رصدت للفائزة بالمركز الأول والزميل بسام الشمل. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، أجدد لكم التحية وأرحب بكم أجمل ترحيب مع انطلاق وتواصل أشواط الأصالة والتراث وانطلاقة تاسع أشواط هذا المساء، مساء الخير والمحبة وشوط الحقائق بكار، والرحلة هي 3 كيلومترات المتواصلة مع شعارات العمالقة والكبار المتواصلين بهذا المسار. بهذه اللحظات انقل لكم مجريات هذا الشوط المقدمة والصدارة. هناك هجنة الشحانية مع الدوحة بهذه المنافسة، وحمد بن علي بن حلفان المري يتقدم بهذه اللحظات، ولكن من غير بهذه اللحظات؟ من غير واحتل المركز الثاني السعدية لهجن الشيحانية، ومحمد بن خالد العطية يتقدم بهذه اللحظات بهذه المنافسة المركز الثاني. هناك الدوحة لهجن الشيحانية بمتابعة سالم بن فاران المري، بهذه المنافسة يتقدم ويقدم لنا الدوحة. بهذه اللحظات تتسلل الدوحة إلى مقدمة الشوط المركز الثاني، تتراجع السعدية بشعار هجن الشاحنية، ومحمد بن خالد العطية يقدم لنا السعدية بهذه المنافسة مع المركز الثاني. المركز الثالث، هناك الجساسية تنطلق بهذه التحديات مع هجن الشاحنية بمتابعة محمد بن خالد العطية. المشاغب يتواصل ويقدم لنا الجساسية بهذه اللحظات، ولكن من غير واحتل المركز الثالث أيضا الجساسية تنطلق بهذه اللحظات. هجن الشحانية وسالم بن فرار المري ينطلق ويتواصل مع المركز الثالث المركز الرابع. هناك الانطلاق مع الغارية بشعار هجن الشحانية وسالم بن فرار المري ينطلق ويتواصل مع تحديات المركز الرابع. المركز الخامس، هناك الوجبة هجن الشحانية بهذه اللحظات وسالم بن فاران المري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، 1200 يا مضمرين، 1200، والسيارة تنتظر عند خط النهاية بهذه المنافسة والتحديات. الدوحة تتقدم بهذه المنافسة، تتقدم بتحديات هجن الشحانية، والذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا الدوحة مع أول المراكز، السعدية مع المركز الثاني، هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية، ولكن الدوحة أعود مع المقدمة. اللحظات الأخيرة والانطلاق الأخير 800 متر تفصلنا عن خط النهاية، وسويك يلمع عند خط النهاية، انطلقت الدوحة، ما شاء الله تبارك الله، انطلقت الدوحة بشعار هجن الشحانية، شعار من تميز، وانطلق بهذه المساء بهذا المنافسات والتحديات المثيرة. الدوحة بهذه المنافسة، الذهبي يقدم لنا الدوحة على مقدمة الشوط بشعار هجن الشحانية، بالشعار العنابي الذي ذهب بسلامات هذا الشوط، ولكن عطنا لقطة على المركز الثاني. وصلت الجازي سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني وسالم بن عامر المتهوشي، يصل باللحظات الأخيرة الدوحة، الدوحة وهناك الجازي وأيضا الجساسية، الجساسية والدوحة، الجازي الجازي، ولكن هناك الوجبة، الوجبة والدوحة، الدوحة ما زالت تتقدم بشعار هجن الشحانية وسالم بن فاران المري. الله 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 الله، انطلقت الدوحة بناموس هذا الشوط وأعلنت التحدي والإثارة. سلام سلام وتحية واحترام، سلام عنابي بهذه المنافسة، تهانينا وألف مبروك لهجن الشحانية، والتهنئة موصولة لسالم بن فاران المري المركز الثاني، الجازي لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم مال ثاني المركز الثالث، الوجبة بشعار هجن الشحانية المركز الرابع، الجساسية بشعار هجن الشحانية المركز الخامس، هجن الشحانية مع السعدية تصل خامسة. مشاهدينا الكرام، متابعينا،
في كل مكان. هذه المنافسة وتحدياتها هذا الشوط، وانطلقت الدوحة إلى خط النهاية وأعلنت الفوز والناموس بشعار هجر الشحانية، الشعار العنابي الذي قدم لنا المستحيل بهذا المساء، وقدم لنا هذه التحديات والمنافسات المشرفة بهذا الانطلاق المميز. وها هو شوط الدوحة من انطلقت به تحديات هذا المساء وناموس هذا الشوط بهذا الانطلاق المميز، وأعلنت الناموس وانطلقت من 3 كيلومترات إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس. تهانينا وألف مبروك لهجنة الشحانية. جاءت الدوحة بشادي الكرام بتوقيت زمني وقدرة 4:29 80 جزءا من الثانية. تهانينا وألف مبروك لهجنة الشحانية، والثانية موصولة للذهبي سالم بفاران المري. المركز الثاني الجازي 4:30 36 جزءا من الثانية. تهانينا وألف مبروك لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني، والثانية موصولة لسالم بن عامر المدهوشي. المركز الثالث وصلت الوجبة مشاهدي الكرام مع هجن الشحانية 4:30 82 جزءا من الثانية. تهانينا وألف مبروك لهجن الشحانية، والتهنئة موصولة لحمد بن حلفان المري. مشاهدي الكرام متابعين الكل في كل مكان، تهانينا وألف مبروك لجميع الأخوة.